ورجعنا لكم نكمل سوا الطاقية اللي بلشناها مع بعض. عملنا هلأ الحجم اللي بدنا اياه، هذا انا العرض اللي بدي اياه من الطاقية، هاي بكفي لسنة سنة ونص. انت اذا بدك اكبر بتزيدي بالحجم اللي بدك اياه، كل ما كان حجم الراس اكبر بيزيد معنا بالعرض. هلأ عم ضمينا، انا ضميت مشان الوقت، ضميت بالسنارة من هون بالعرض مثل ما شايفة. هلأ رح كفي الباقي قدامكم عشان تعرفوا كيف سهلة، ما بدها شي. شايفة هدول الدروب؟ ما بعرف اذا واضحين عليكم، واضحين؟ بناخد من كل وحدة قطبة وحدة، بتدخليها هيك وبتشتغليها. كل دور بناخد قطبة، كل دور بنطلع قطبة هيك، تنخلص العرض كلياته. ما تشوفون كتار، ما لازم يكونوا هيك هني، لأنه بدنا نشتغل هلا أربع أدوار، أربعة سنتي أو حسب الحجم اللي بدنا إياها تكون كبيرة عقد الراس تماما، وسيعة شوي بتكبري عقد راس الطفل بتقللي، يعني هاي كمان بتتحكمي فيها مثل ما بتحبي. هلا أنا هيك ضميتهم كلياتهم. هلا إذا بتلاحظي هون أنا معرضة هذا، هون هذا اعرض من هذا، انا هذا لانه ديكور، هون عريض على يعني ما اخذ معي الشغل غير سنتي سنتي من هذا الساده اللي هلا رح فرجيكم ساده، ما في شيء نشتغلوا سوا. هذا اللي الرسمه الواضحه بنعمله كله لتحت، الدور كلياته لتحت. اشتغلوا هيك، ما بدو شي، بتشتغلي كلياته لتحت. بعد ما ضمينا تشتغلي كله لتحت، الوجه وجه، والأفا أفا. هيك للأخير نشتغله، بعد ما ضميناه نشتغله للأخير كلياته. هذا وجه، من هون بتعملي أفا، بتضل هيك تشتغلي. مثلا بدك انت هاي مو كتير عريضة، بدها 4 سنتي إسا، تشتغلي سادة الوجه وجه والأفا أفا. بعد ما بتخلصي الأربع صابيع، ثلاث صابيع، كل قطبتين من هدول بتاخديهم سوا، كل اثنين وحدة، كل اثنين وحدة، تا يصير العدد عندك إذا كان 100 بصيروا 50. بدور الأفا بتشتغلي عادي، ما بتختصري شي. بدور الوجه بتضلي بتختصري، رح فرجيكي كيف. هلا اشتغلنا هون سنتي بس لأنه هذا عريض عندي، هذا أنا بالعرض عريض، هذا مو كتير، هذا بده شغل أكتر سادة. تشتغلي مسافة مثلا 2 سنتي 4 سنتي، خلصتي هون شو بيصير؟ بدك تعملي كل قطبتين بوحدة، كل قطبتين بوحدة بدور الوجه بس، تيخلصوا معك على الأخير. بس خلصوا معك على الأخير بتخدميهم، بعدين بنخيط. ليكوا صبايا ما بقى بدها شيهم، بس خلصتي بتجيب الإبرة والخيط وبنخيطها هيك عادي مثل الطاقيات هدوني، مثل هدون الطواقي بتخيطيها تماما نفس المبدأ. بتجيبي بتخيطيها هيك بالطول، بعدين بتجيبي لها، بتجيبي هاي الطابة بنبونة من السوق، انت اللون بتحبه، في الوان مثلا بيروح معه حيلا لون، ما شرط اللون نفسه يعني بتحطيه. وفي ناس بيحطوا هون مثلا فلة وردة، شو بتحبي بتحطي له. يعني هاي المبدأ تبعه، هاي الفكرة، وما بظن صعبة وسهلة عليكم كتير كتير، ومثل ما فهمتكم خياطة كتير كتير سهلة، مثل طاقيات اي طاقية بتمسكي وبتخيطي، تخيطيها هيك، تخيطيها خلاص خلصت، ما بدها شي. بس المهم تشتغلي هالكم دور سادة مثل ما حكينا، مثل ما حكينا هدول هدول كل وجه، الوجه وجه والأفا أفا. مثلا أنا هون أخدي معي سنتيين، ها
هديك بدها 4 سنتي ساده، بعدين كل قطبتين بقطبه، كل قطبتين بقطبه تيخلص معك، لانه انا اذا بدي اشتغلهم بدهم وقت كتير كتير، ما بيسكفي الوقت. ان شاء الله تكون وضحت عليكم، ما صعبه مثل ما فرجيتكم عبيت لكم اياها، وهي هيك بنشتغلها ساده. واهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تكون كتير شفتوها سهله ومريحه وما فيها شيء.